أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل العمل مع أو عند الكفار يعتبر من الموالاة المنهي عنها على الإطلاق أو يعود إلى نوع العمل؟ العمل الذي ليس فيه خدمة للكافر واستصغار له لا بأس به، إذا كان تقيم الهجدار، تصلح للسيارة بالأجرة، تعمل في مصنع، ما يخالف هذا، لا بأس به. إذا كنت محتاجا إلى ذلك لا بأس، هذا من طلب الرزق، وأنت ما خضعت له، وإنما تعمل في مقابل، تعمل في مقابل، ما خضعت له. أما الشيء اللي فيه خدمة للكافر، خدمة شخصية، هذا لا يجوز للمسلم. الله جل وعلا جعل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يكون المسلم خادما للكافر، هذا هو الممنوع. أما العمل الذي بعيد عن خدمة الكافر وإنما هو عمل في مقابل أجرة، هذا لا بأس به، عمل مباح في مقابل أجرة. نعم.